كواطي هاد البنايه المهجوره وكيبقى يغوت بالليل كيخلينا بلا نعاس بلا والو. ولادنا كيسمعوا المعيور كيسمعوا السبان كيسمعوا شي حاجه ديال المعيور اللي هي من الصمطه لتحت. كيجي حتى ل 12 الليل وكيبقى يغوت حتى 3 الصباح. جاو عيطنا رجال الامن جاو بالتفاني ديالهم عيطوا للرجال لانه كاين تما خطر عليهم. جاو الرجال ديال الوقايه المدنيه هما دابا كيشوفوا باش يخرجوا. هذا الشيء حنا كنعانيو منه تقريبا عندي واحد 3 سنين ولا 4 سنين. هو ديما نفس المشكل اللي كاين. هو المشكل ديال انه كيبقى يدير لنا الضوضاء بالليل وكيدير لنا الصداع. حنا عيينا بهذا الصداع لان ولادنا كنفيقوا الصباح من المدرسه كيفيقوا ما شبعنيش نعاس. الناس اللي خدامين كيدير استسلموا لله سبحانه وتعالى وخلوه كيبقى بحال هكا كيتمادى في هذا الشيء حتى دابا. ها حنا الناس جاوا الناس ديال الشرطه وجاوا الناس ديال الوقايه المدنيه